طيب، فاللي قدامنا دي ادوات القهوه المختصه. يعني ايه قهوه مختصه وايه الادوات الاول؟ تعال نشرح لهم واحده واحده كده. خلينا نشرح اول اداه دي من ضمن ادوات الفلتر كوفي. تمام، دي حاجه اسمها فيس كاستي. دي بتتعمل عن طريق تقطير. بناخد الفلتر ده فلتر ورقي كده. بنبتدي ان احنا نحضر الفلتر بشكل الحاجات دي معين. ممكن ست البيت تعملها يعني بالظبط. هي سهله جدا ان احنا نجيبها في البيت، يعني هي بتتباع اونلاين. سهل جدا ان احنا نشتريها. اوكي، بس الفكره كلها ان هي بتبقى قهوه صحيه، يعني صحيه اكتر. اوكي، يعني طبعاً. انا بالنسبه لي لو انا بعمل دايت او مهتم بصحتي اكتر، فانا بالنسبه لي مناسب ان انا اشرب من الحاجات اللي هي الفلتر فيس كيسي او اير بريس او فرنش بريس او موكا بوت. دي بالنسبه لي تبقى حاجه مميزه جدا ان انا اجيبها في البيت. طبعا انا مش فاهمه اي حاجه من انتوا. وبعدين دي كلها اسماء الادوات اللي احنا يعني بنشرحها. المفروض انا لو انا مثلا هشتري اسبريسو ماشين، فهي بتبقى السعر بتاعها غالي قوي. فده بديل. انا بالنسبه لي ده بديل. دي اسعارها رخيصه علشان برضو الاسعار في بالظبط. وكمان حاجه يدويه، لو انتوا النور قاطع. لا، لو النور قاطع مش هيبقى فيه ميه. خاطر الميه ممكن نسخن ميه على البوتاجاز. البوتاجاز ايوه بالظبط. يعني انا لما النور عندي بيقطع، انا عندي الموكا بوت اللي هي الكنكه دي، هنتكلم عنها في الحلقه نشوف فيديوهات كمان ليها. والالمان كمان شفتهم لما قبل كده نزلت عند، كان في موقع كده بتروح بتنزل عند بيوت بتاعت ناس لوكلز في البيت عندهم. فالست كبيره صاحبه البيت كانت عندها الفي 60 في البيت، بس هي مش بتستعملها بالطريقه الاحترافيه بتاعتك. اكيد طبعا في البيت ميه من الكاتل على طول، الموضوع بيخلص بالظبط. هي طبعا هي في الطرق الاحترافيه ليها حوالي 50 طريقه بالظبط. ده ريشيو يعني كل جرام قهوه على حسب ما انا بعمل الروستنج بتاعي، فابتدي ان انا اشتغل عليه. بس احنا هنقدم اسهل حاجه ان الناس يقدروا يجربوها في البيت بطريقه سهله. طيب بالزبط. واحنا بنعمل كده محتاجه ان انا ايه اقعد ارغي كده معاك شويه، واحنا بنشوف كله على السوشيال ميديا الناس بتقعد تكتب شعر وتتغزل وتحب في القهوه. فعايزه اتكلم معاك عن ثقافتك او ثقافه الناس كمان ودراسه القهوه. طبعا القهوه بيتقدم لها محتويات علميه كبيره جدا، من اول الزراعه نفسها لطرق المعالجه بتاعتها لاختيار الحبوب نفسها اللي هتدخل في خلطات القهوه، ايا يكن هي قهوه تركي او اسبريسو او زي كده قهوه مختصه. فالحاجات دي كلها بتمر بمراحل كبيره جدا لحد ما توصل للمستهلك العادي. فاحنا طبعا لازم نكون في بلدنا مصر، احنا بما اننا بنربط مدنا دايما بالقهوه، نكون مهتمين جدا ان احنا نحضر القهوه بطريقه احترافيه، ونكون فاهمين ان لازم ان انا اكون فاهم علم القهوه نفسه. ده هيأثر عليا انا في طريقه تحضيرها، يعني ان اشرب قهوه حلوه. ايوه، فده بالنسبه طبعا لمصر. احنا هنا لسه بنحاول ان احنا ننشر الثقافه دي عن طريق التدريب. احنا يعني بنشتغل على ده، ان الهاوي يحضر قهوه في البيت بطريقه احترافيه، احنا بنساعده في كده. بص، احنا دلوقتي بنتفرج على الشاشه على فيديو وانت بتعمل القهوه، ودي مكنه الاسبريسو طبعا. ممكن تشرح لنا ايه اللي احنا شايفينه ده؟ دي الماكينه الاحترافيه. احنا بنبتدي ان احنا نطحن القهوه بتاعتنا بشكل معين، بناخد منها جرامات معينه في الهاند بتاعت الاسبريسو، وبنكبسها كبسه برضو بضغط معين على ضغط البار، ونبتدي ان احنا نستخلص الاسبريسو بتاعنا علشان نرسم، يبقى رسم يعني رسمتنا على الكابتشينو او اللاتيه بشكل احترافي. وطبعا الكلام ده يعني مش سهل ان احنا نعمل ده في البيت، محتاجين تدريب كتير جدا عشان نعمل الرسم بتاع اللبن ده. طيب